مساءكم خير. على مدار 4 أيام تابعنا فعاليات ومن قبلها كمان أيام للتحضيرات للنسخة 4 من منتدى شباب العالم. الحاجة الجميلة واللي لفتت نظري أنا بشكل شخصي السنة دي هو الهاشتاج أو الكلمة الختامية، وكأنه كان الحفل الختامي امبارح بمثابة تغليف وعنوانة ل4 أيام من الحلم. أي حد بيحضر المنتدى لأول مرة بتبقى بالنسبة له الإبهار هو سيد الموقف، عشان كده بيبقى يحرص أنه يتمنى يحضر تاني. عشان كده السنة دي هتلاقي أنه في 500,000 طلب من الشباب من مختلف دول العالم لحضور منتدى شباب العالم. الفكرة والحلم والإلهام، في حاجات كتير جدا بتحصل ورسائل بتخرج من منتدى شباب العالم، يمكن أكبر كمان من فكرة أننا بنجمع شباب من 196 دولة رغم عظمتها ورغم روعتها، وأننا بنلقي ونرسل رسائل سياسية هامة كبيرة جدا، أولها عن مصر، ثانيها عن كيف تفكر مصر، وثالثها كيف تدار مصر. أنت لما بتشوف طريقة الإدارة في المؤتمر أو في المنتدى بيقول لك بشكل كبير أنه مصر وصلت لإيه في التنظيم في الإدارة. دايما نقول كده أنه الثقافة تبان في تنظيمك لفعالية، والحضارة تبان في طريقة تعاملك وطريقة طرحك للموضوعات. دي كلها عناوين جانبية، لكن عايزة أقول لكم أنه مبارح كان في جملة ملهمة جدا من كلمة السيد الرئيس الختامية، والحقيقة أنه مش أول مرة يقولها، أنه الأحلام لا تسقط بالتقادم. لما قال الجملة دي لقيت أنه كل الناس اللي خارجين من المنتدى يقولوا نفس الجملة، الأحلام لا تسقط بالتقادم. هذا المنتدى اللي كان في يوم من الأيام حلم وفكرة لحد اتمنى أنه يبقى في بلدنا مكان واسع. وفاكرين لو افتكرتوا كده كان في نسخة وطنية عندنا من المنتدى، ثم في أحد هذه النسخ كان تم الطلب من الرئيس أنه النسخة الثانية من فضلك يا رئيس عايزين ندعي شباب من كل دول العالم يشوفونا بنتكلم إزاي، وده حصل ووصلنا للنسخة 4. ينفع نقول قوي أنه مبارح كنا بنتنفس الصعداء، كنا بنشوف حاجات حلمنا بيها وتمنيناها وكنا شايفينها بعيدة، وكل مبارح كمان بنشوفها بتتحقق. وينفع نقول أنه الناس نوعين، في أصحاب أحلام يفضلوا يحلموا بس، يعني كلنا بنحلم، وفي ناس أصحاب رؤى تحولوا الأحلام دي لخطط والخطط تتحول لتنفيذ وواقع وصعوبات ومعوقات ثم تتحقق الأحلام. معرفش شايفة أنه المؤتمر أو منتدى شباب العالم واحدة من الرسائل الملهمة بصور كتير، ومش عايزة أطول عليكم، لكنه ينفع يقول لنا أنك تكون صاحب مشروع، وكل ما تكون صاحب مشروع هتلاقي حاجة تعملها وتنشغل بيها وهتلاقي حاجة تحققها. في النسخة 4 امبارح في ختام المنتدى كمان سيادة الرئيس أطلق كعادته كل عام، في مرة أطلقنا عام المرأة، عام الشباب، عام متحدي الإعاقة، بالأمس تم إطلاق 2022 عام المجتمع المدني. ورئيس اتكلم عن مجموعة من المبادئ بتخص احترام مصر لكل الالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان، اتكلم عن حقوق المواطن، أمن واستقرار الدولة. تعالوا نسمع جزء من كلمة السيد الرئيس وإطلاق 2022 عام المجتمع المدني، ونرجع نسأل ونفهم يعني إيه عام المجتمع المدني، إيه اللي هيحصل، يعني إيه اللي هيتغير. نسمع جزء من كلمة الرئيس ونرجع مرة تانية. وقد كانت مخرجات هذا المنتدى عظيمة على كافة المستويات، وتدفقت الأفكار والرؤى من هنا ومن هناك داخل أروقته، وعلى مدار ساعات النقاش والحوار تبلورت مجموعة من التوصيات التي بناء عليها قررت ما يلي: إعلان العام 2022 عاما للمجتمع المدني، بحيث تقوم إدارة المنتدى والجهات والمؤسسات المعنية بالدولة بإنشاء منصة حوار فاعلة بين الدولة وشبابها ومؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية. دايما بنقول أنه أضلاع التنمية الحكومة
القطاع الخاص والمجتمع المدني. عمرنا ما سمعنا أن مصر بتنكر دور المجتمع المدني، لكن دايما نلاقي أن المجتمع المدني عنده أحلام وعنده طموحات. السنة اللي فاتت المجتمع المدني شارك بقوة، لكن تعالوا نسأل بقى ونشوف إيه اللي يحصل لما يتم هذا التمكين، إيه اللي يحصل لما نقول أننا بنطلق عام المجتمع المدني. احنا مشرفنا على تليفون أستاذ محمود بسيوني، رئيس تحرير التنفيذي لموقع مبتدا وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان. مساء الخير الزميل العزيز محمود، وخلينا نفهم منك تفاصيل أكتر. أنت كنت بالتأكيد من أحد الحضور والمتابعين لكلمة الرئيس امبارح، اشرح لنا كده واشرح للناس إيه اللي يحصل لما يطلق عام المجتمع المدني، وإيه اللي تتوقع أنه تكون طموحات وأمال المجتمع المدني اللي واجبت التحقق في هذا العام؟ في الحقيقة أنا بشوف أنه المنتدى هذا العام هو قمة مصغرة لحقوق الإنسان، سواء من حجم المشاركين اللي بيمثلوا المجتمع المدني أو من حجم الحضور اللي شارك أو من اهتمام منسقين ومعدي هذا المنتدى بقضية حقوق الإنسان، بأنه يبقى في نموذج المحاكاة الخاص بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وأنه الناس تشوف كيف تدار مثل هذه الآليات الدولية المهمة. في نفس الوقت بنشوف نشطاء وممثلين للمجتمع المدني مشاركين في كل الجلسات وفي كل النقاشات وفي كل ورش العمل، بيدلوا برأيهم وبيقولوا وجهة نظرهم، بالإضافة إلى أنه أنا من الناس اللي شايفة أنه مشروع زي حياة كريمة هو مشروع حقوقي بامتياز، وفي شراكة كبيرة جدا بتتم بين الدولة وبين المجتمع المدني في تنفيذ كثيرا من احتياجات هذا المشروع وفي التخطيط لي وفي التعامل مع أهالينا في هذه القرى. إنه اللي بيقوم بهذا العمل هو شباب متطوع موجود تابع لمنظمات مجتمع مدني وجامعات أهلية وجامعات تنموية، هو اللي بيشارك بفعالية شديدة جدا في تلبية احتياجات هذه القرى وفي التخطيط إلى تطويرها وإلى تحديثها. أنا بشوف إنه إعلان سيادة الرئيس امبارح بإنه عام 2022 هو عام المجتمع المدني هو إعادة أو إحياء للشراكة الحقيقية ما بين الدولة المصرية وبين منصات المجتمع المدني، وإنها فرصة حقيقية للمجتمع المدني إنه يعيد تاني مرة أخرى تكسير فكرة ثقافة التطوع في المجتمع المصري. هذه الثقافة التي اختفت لسنوات طويلة بسبب الظروف الاقتصادية بالتأكيد، وبسبب إنه كثير من الناس ما تعرفش يعني إيه ثقافة التطوع ويعني إيه فكرة التطوع في عمل أهلي. طب بالتأكيد في تجارب ملهمة وفي تجارب كبيرة تمت السنوات اللي فاتت، ولكن 100 مليون مصري محتاجين على الأقل مبادرات أضعاف اللي موجودة دلوقتي عشان تقدر توصل للمجتمع المصري بكافة أشكاله. في فرصة أمام منظمات حقوق الإنسان المصرية إنها تبقى موجودة ورائدة وتتحرك من خلال الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، اللي أنا بتصور إنها خطة عمل حقيقية سواء لمجلس حقوق الإنسان أو لمنظمات حقوق الإنسان المصرية. في نفس الوقت الرئيس كمان ادى اشارات انه المنظمات الدوليه المعنيه بحقوق الانسان والمنظمات الدوليه المعنيه بقضايا التنميه مرحب بها انها تشارك معانا في عام 2022 كاحد المنصات اللي سيادته اطلقها في نهايه هذا المنتدى، انه مصر بترحب بهذه المنظمات، مصر بترحب بتواجدها في مصر، بترحب بالشراكه معاها وبالعمل معاها وبالتعاون معاها، ودي اشارات مهمه جدا للعالم كله ان مصر منفتحه على المجتمع المدني بالزبط. منفتحه على هذا النشاط. خليني اكون اكثر صراحه واكثر تحديدا، لان في سؤال لا يسال بس خلينا نساله. انه الحديث عن منظمات المجتمع المدني لازم يرجعنا 3-4 خطوات كده في قلب ازمه مصر وقلب صراعها مع الارهاب، اللي كان في بعض الاوقات بيتم ضبط بعض المخالفات، وبالتالي حصلت الحاله دي من الحساسيه او القلق من منظمات المجتمع المدني اللي كانت مخالفة وقتها، اللي كل حاجة في سياقها. فخليني أسألك برضو هذا السؤال اللي كتير مننا بيختلط عليهم الأمر، أو حصلت حالة من الترقب كده من منظمات المجتمع المدني ككل. أولا، هل ده موقف الدولة أصلا من المجتمع المدني أنه في ترقب وفي قلق، ولا في ظرف حصل في وضع قانوني كان غير مناسب وتم توفيق الأوضاع وتعديل القوانين وبالتالي مصر بقت أكثر انفتاحا؟ يعني اشرح لنا إحنا فين في الأزمة دي تحديدا أو بعد تداعيات هذه الأزمة. طيب خلينا نفرق ما بين حاجتين، المنظمات المسيسة اللي عندها موقف سياسي من الدولة المصرية، والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان واللي هي عندها رغبة في العمل في داخل الدولة المصرية أو في هذه المنطقة وفي الإقليم اللي هي بتتبنى مثل هذه القضايا.
المنظمات المسيسة دي عندها موقف مبدئي وهي بالأساس مخترقة وداعمة لهذه الجماعة الإرهابية، وبنشوف كثيرا من تقاريرها الغير عادلة والغير متوازنة في التعامل مع الشأن المصري، وده يمكن الإعلام المصري وكثيرا من الناس مش بس في مصر في العالم كله بينتقدوا هذه المنظمات بالاسم، وبيتكلموا عن ان هي عندها اجندات خاصه بيها وان هي لا تعمل الا بحقوق الانسان، وفي اكثر من شكوى موجوده في الامم المتحده انه ضد تسييس مساله حقوق الانسان واستخدامها ك يعني كاداه من ادوات الضغط على الدول. بالظبط. المنظمات الثانيه هي منظمات اهليه قانون، يعني كانت عندها مشكله مع القانون، اتصور انه القانون الجديد ادى فرصة، والتسجيل الإلكتروني في مصر إدى فرصة كبيرة لمنظمات كثيرة من أجل توفيق أوضاعها، والدولة المصرية حتى استجابت مؤخرا إن هي تمد الفترة بتاعة التسجيل. وهنا الأمر لما تقنني عمل الجامعات ده أمر شرعي وتنظيمي وقانوني ومهم، إنه كل الكل يعمل في إطار الشرعية القانونية، وكل دولة بتحدد بحسب قانونها إيه المناسب عندها وإيه اللي مش مناسب عندها. فبالتالي من حق الدولة المصرية انها تضع، وفي نفس الوقت هي حطت قانون منفتح جدا شال العقوبات السلبية السالبة للحرية تماما من القانون، واصبح التعامل بعقوبات يعني خفيفة في ما يضبط من مخالفات داخل هذه الجمعيات. اذا لو انت جاي في مصر او لو انت شخص هتعمل منظمة مجتمع مدني اشتغل فعلا عشان الناس، اهلا بيك لاننا محتاجينك، هنمديلك ايدينا ونقول لك عايزين نشتغل. حضرتك وضحت لنا فكرة التسييس انه هي دي اللي كانت عاملة عرقلة ولخبطة، يعني هي عاملة في العالم كله، ان هنشوف دول كتير جدا في العالم النهارده بتتحرك ضد المنظمات المسيسة، في قرارات بمنعها من دخول بلاد كثيرة حوالينا، يعني في حوالينا يعني دون ذكر اسماء في حوالينا دول كثيرة تمنع هذه المنظمات من العمل في بداخلها، مش احنا مش حالة فردية، وبالتأكيد احنا دولة تريد ان تعلي من صوت القانون، ما عندهاش مشكله مع حقوق الانسان. النهارده دوله من الدول الاوائل في اصدار استراتيجيات وطنيه مبنيه على حوار وطني حقيقي ما بين المنظمات وما بين الدوله المصريه، وهنا الحوار الوطني ده ادى نتيجه رائعه كل العالم النهارده بيشيد بيها هذه الاستراتيجيه، من ضمنها اليات الامم المتحده، واللي شفنا فيها ترجمه حقيقيه على الارض في التغيير الكبير اللي حصل في السجون المصريه وتحولت الى مراكز الاصلاح والتاهيل، وده دور كبير جدا قامت بيه مؤسسات الدوله المعنيه وزاره الداخليه وغيرها من اجل تحويل هذا المشهد اللي كان قاتم لسنوات طويله لمشهد احنا بنشوفه النهارده، يعني في تغيير كبير جدا يلتزم بكل المعايير الدوليه الخاصه بالاحتجاز، وده بيدينا مؤشر ان مصر فيها الان ايضا فلسفه عقابيه جديده تختلف عن السابق، وفيها تطور كبير جدا في القانون المصري في التعامل مع مثل هذه الامور، خاصه الحقوق المدنيه والسياسيه اللي هي مرتبطه بمساله الاحتجاز وغيره، انه في تطور كبير حصل وفي استفاده من التوصيات الدوليه، وانا اتصور ان مصر من اوائل كمان الدول اللي هي بتقبل توصيات من العالم، احنا قابلين اكثر من 82 توصيه طوعيا من الامم المتحده في اخر استعراض دوري شامل حصل في امام المجلس الدولي لحقوق الانسان، وفي نفس الوقت مصر كمان بتاخد خطوات في قضايا كثيره جدا، القادرون باختلاف، قانون الجامعات الاهليه الجديد، وثيقه حقوق الانسان في نهايه العام السابق، يعني الخطوات واضح انها كانت، يعني احنا امبارح لما بنعلن عام المجتمع المدني مهدنا الطريق على مدار السنه اللي فاتت بخطوات على الارض حقيقي حصلت. بالتاكيد بقى عندنا بنيه تشريعيه تحتيه حقيقيه بتعني بحقوق الانسان ومهتمه بقضايا حقوق الانسان، حتى المنتدى هذا العام اتصور انه عنوانه الكبير كان حقوق الانسان لمصر وللعالم. وازاي احنا ناخد حقوق الانسان تبقى موجوده وتبقى ثقافه مجتمعيه متجذره سواء ضد العنصريه ومع المساواه بين البشر ومع التضامن ومع السلام وفكره احلال السلام مكان الصراعات، فكره الاهتمام بحقوق الانسان المتعلقه بالمناخ، المتعلقه بالمياه النظيفه وغيرها، كل هذه القضايا اجندات حقوقيه النهارده الدوله المصريه بتحطها كسياسه عامه للدوله المصريه في التعامل مع مثل هذه القضايا، وفي نفس الوقت بتدي مؤشر ل 5000 اكثر من 5000 شاب شاركوا في هذا المنتدى انه مصر على هذه الخطوات وانها دعم هذه الخطوات ودعم لكل الدول الموجوده في المنطقه بتمد ايديها انها تساعدها بهذه التجارب،
وبتساعد الشباب او اللي هيصنعوا المستقبل في ان هم يكونوا مهتمين بهذه القضايا في المستقبل. بشكرك شكرا جزيلا استاذ محمود بسيوني، رئيس التحرير التنفيذي لموقع مبتدا وعضو المجلس القومي لحقوق الانسان. ولما بنتكلم عن اطلاق 2022 عام المجتمع المدني، لازم نبقى احنا كلنا الناس العاديه مش بس المتخصصين، كلنا عارفين ايه هو المجتمع المدني. المجتمع المدني هو الضلع المشارك للدوله واجهزتها. الدوله عملت دور المظله او الدور الكبير الاداري للمجتمع المدني. المجتمع المدني اشتغل على الارض. المجتمع المدني هو كل شخص قرر انه يسترد جزء كبير من انسانيته ويقدم يعني يوفي الدين اللي عليه للمجتمع، فيعمل حاجات مجانية ويعمل خدمات مجانية، حملات طرق الأبواب، التوعية، كل ما لا تستطيع أن تقوم به الدولة لوحدها هو دور المجتمع المدني. ومحدش فينا بقى يتخيل أن الدولة دي تقدر تعمل كل حاجة لوحدها، مفيش أي دولة في العالم تقدر تعمل حاجة لوحدها، فدور المجتمع المدني هو دور كبير. لفت نظري جداً أنه كلمة أستاذ محمود بسيوني عن فكرة التطوع، لأنه دي ثقافة إحنا نحتاج أننا نفهمها ونتعرف عليها، لأنه التطوع هو أي حاجة أنت بتقدر وتقبل وتحب أنك تعملها من غير ما تاخد مقابل. فكر كده، إيه حاجات اللي أنت بتعملها في يومك من غير ما تاخد مقابل؟ هل الثقافة دي موجودة عندنا؟ في ناس تتبرع بساعة من وقتها، بنص ساعة من يومها، بتتبرع بمجهود، بفلوس، أي حاجة. دي أشكال التطوع، وهو ده المجتمع المدني، وأعتقد أنه يستاهل مننا متابعة على مدار السنة، مش بس نشوف الدولة بتعمل إيه وبتقدم إيه كمساعدات، لكن كمان نشوف رد فعل المجتمع واستجابته لهذه الفكرة. بعد الفاصل نكمل كلامنا، لأنه في قضايا مهمة جدا اتطرحت في المنتدى السنة دي، هنرجع نسأل إيه العناوين اللي كانت مصر حاطة عينها عليها. وكمان في ختام الحلقة هيكون معنا النهاردة فقرة رياضية استعدادا لماتش بكرة. بعد الفاصل. واحدة، بما أننا لسه بنتكلم مع حضراتكم كمان عن أهم القضايا اللي طرحت في منتدى شباب العالم، فواحدة من القضايا المهمة اللي كان فيه سؤال هو إيه؟ ليه منتدى شبابي يتكلم عن قضية كبيرة زي دي، ودي قضية تحدث فيها قادة العالم؟ الحقيقة ده برضو واحد من أسرار تميز هذا المنتدى، أنه كل القضايا العالمية، القضايا اللي تخص مش بس مصر، هنتكلم في قضايا أكبر من ده، توضع أمام الشباب وتحدث فيها الشباب، تحدث فيها نفس الخبراء اللي بيتكلموا فيها في منصات الدول اللي بتدير هذه الملفات. الحقيقة واحدة من القضايا اللي استغربنا لكن انبسطنا أنه في اهتمام بيها هي قضية التغيرات المناخية، واحدة من القضايا والجلسات الهامة جدا اللي دارت في منتدى شباب العالم. كل العالم النهاردة بيعترف أنه كان مفروض نبدأ من 40 أو 50 سنة، وكل العالم النهاردة عارف أنه في خلال 40 أو 50 سنة إذا لم نتحرك ففي كارثة كبيرة هتحصل في مناطق كبيرة في العالم، فالعالم كمان بيتشارك المسؤولية. عشان ما طولش عليكم، بس قضية تغير الجو مش بس نقول يا ده الصيف بقى حر قوي ما كناش حر كده، ولا نقول الشتاء بتاعنا عمره ما كان برد قوي، مش دي القصة. مش القصة بس في تغير الجو وتغير اللي كنا بندرسه زمان، حار جاف صيفا ودفيق ممطر شتاء في مصر، لا، الموضوع أكبر من كده وأكثر تعقيدا وأكثر خطورة بشكل كبير. خلونا بقى نسأل أهل الخبرة والمشاركين والمتحدثين. حد شخص من المتحدثين المميزين جدا اللي كانوا في هذه الجلسة، دكتور عمر حسيني المحاضر في الهندسة البيئية والتنمية المستدامة، كان موجود وكان حاضر وكانت مشاركته قيمة جدا في هذه الجلسة. خلونا نسمع من دكتور عمر مباشرة. مساء الخير عليك أولا. مساء النور، أهلا بحضرتك دكتور عمر. أولا ساعدنا بالمحتوى العلمي القوي والمهم جدا اللي كان في هذه الجلسة. الحاجة التانية بقى اللي عايز أسأل حضرتك فيها، فاجئنا وصدمنا وفهمنا إيه اللي ممكن يحصل في الخمسين سنة اللي جايين إذا لم يتحرك العالم. طيب، هو أنا عايز أبتدي الأول إن المحتوى ده مش شخص واحد اللي قدمه، لا، ده مجموعة من الشباب المصريين العلماء في تخصصاتهم المختلفة اللي مربوطة بالبيئة والتغيرات المناخية. فبرغم إن العلم دوت مصادره أغلبها أجنبية، لكن اللي عامل محتوى بهذه القوة لا أغلبه مصريين، ده شيء طبعا يعني نتشرف بيه جميعا. هاخد من حضرتك جملة جميلة جدا حضرتك قلتيها، إن الموضوع لا يشمل مصر فقط إنما يشمل العالم.
مع ذلك مصر الفترة الأخيرة بنتكلم عن آخر 6-7 سنين خاطت خطوة كبيرة جدا داخل المنطقة بتاعت الشرق الأوسط وأفريقيا في مجال المشروعات الخضراء. احنا عندنا يعني احنا في العد التنازلي زي ما بيقولوا، الكارثة بقت منطقة اللا عودة. التغيرات المناخية مش مجرد ان الدنيا بقت زي ما حضرتك بتقولي حر شوية ولا برد شوية او ان الموضوع بقى عشوائي في التقلبات الجوية، لا، الموضوع بيؤثر على جميع العناصر بتاعت الحياة المعيشية لكل الناس. هنتكلم على ان في، انا هنا مش بتكلم في كلام مبالغ، انا هقول لحضراتكم برضو الناس اللي بتسمعنا دلوقتي كلام هيحصل خلال السنين اللي احنا عايشينها. بنتكلم في 5-6 سنين جايين في مدن هتغرق هتختفي. بنتكلم عن زراعات مش هتكون موجوده، يعني بعض الاغذيه اللي احنا كنا متعودين انها موجوده في حياتنا هتختفي هتنقرض. بنتكلم على ان بعض الصناعات هتغير مجالها، في مناطق هتبقى غير قابله للسكن، التربة هتزيد الملوحة اللي فيها، منسوب مياه المحيطات هيزيد في مناطق مختلفة، في جغرافيا وتطاريس لمناطق إقليمية في أماكن كتيرة جدا هتتغير بصورة كبيرة، مما يؤدي لتهجير ملايين الناس. بنتكلم في فوق 200 مليون مواطن حول العالم قد يحتاجوا ان هم يغيروا منطقة السكن بتاعتهم خلال تاني العشر سنين اللي احنا عايشين فيها دي، مش بنتكلم في المستقبل البعيد زي ما الناس كانت بتتكلم. طيب هل يا دكتور برضو معلش عايز افهم بس او نفهم كلنا النقطه دي، هل ده بس بسبب الاحتباس الحراري وبالتالي ذوبان الجليد وبالتالي انه الميه زادت في كوكب الارض، ولا الموضوع كمان ليه تداخلات اخرى ومش بس محاوله علاج تاثيرات الاحتباس الحراري؟ ايه الاسباب؟ طيب هو الاحتباس الحراري هي ظاهره طبيعيه بتحصل كده كده، يعني من قبل وجود الانسان على كوكب الارض، والاحتباس الحراري دي ظاهره بتحصل، بس المشكله في المعدلات بتاعتها. يبقى اهم سبب للتغيرات المناخيه هو الاحتباس الحراري، ايوه فعلا، ولكن التدخل بتاع النشاط الصناعي الغير مدروس هو اللي ادى لزياده معدل الاحتباس الحراري فجاه خلال القرن الاخير، واحنا ما انتبهناش للاسف برغم التحذيرات اللي اتقالت من سبعينات مثلا القرن اللي فات ولحد النهارده، ما حدش انتبه لحد ما نزل تقرير في اغسطس اللي فات من الامم المتحده اللي بيقول بلا شك خلاص ان كل التحذيرات اللي الناس كانت بتشكك فيها لا هي حقيقيه، وان الوضع وصل زي ما قلت لنقطه اللا عوده. احنا بنتكلم على دلوقتي مش ازاي نمنع التغير المناخي، احنا بنتكلم على كيفيه التاقلم والتكيف، ازاي نقلل من اضراره. لان للاسف الشديد مهما عملنا دلوقتي ما بقاش في حاجه ترجعنا لورا، من الصعب جدا ان احنا نوصل لده. ده كده نقطه واضحه جدا، اذا زي ما حضرتك تقول قلت كده الكارثه كلها تحركت، لكن الرئيس قال جمله وبرده نفسي افهم من حضرتك والعالم كله شايف كده زي ما احنا شايفين. الرئيس قال جمله مهمه جدا انه مصر من الدول الاقل في المساهمه في حدوث هذه الكارثه، وحتى إذا ساعدت بما لديها برضو تأثيرها محدود، لكنها رغم كل ده مهتمة بشكل كبير جدا بأنها تكون جزء من المنظومة العالمية. احكي لي رؤيتنا، طريقة إدارة مصر لقضية عالمية كبيرة زي مسألة الاحتباس الحراري، وإزاي ده ممكن يكون مؤثر؟ هي مصر زمان، مصر اللي هو بنتكلم عن 20-30 سنة، كانوا مش مهتمين بمجال البيئه قوي، مش مهتمين بالقضيه قوي. لكن هنتكلم تاني في اخر 6-7 سنين الموضوع تغير بدرجه كبيره. احنا عملنا اكتر من استراتيجيه، بتكلم هنا عن الحكومه المصريه. عملوا استراتيجيه لاستثمار في الاقتصاد الاخضر، استراتيجيه لرؤيه مصر 2030 خاصه بالتنميه المستدامه، برضو فيها جزء كبير جدا عن البيئه كاحد المحاور بتاع التنميه المستدامه. وحطينا قوانين مختلفه بتتكلم نشجع الاستثمار الخاص بالطاقه المتجدده، الخاص بتدوير المخلفات، الخاص بمعالجه الصرف الصحي، ازاي نبتدي ان احنا نقلل الاستهلاك بتاع الموارد بطريقه غير مستدامه. بتكلم عن موارد الميه والطاقه. دكتور عمر، احنا عندنا مشكله اننا نسمعك، من فضلك حاول بس تتحرك لمكان تكون فيه الشبكه افضل قليلا. حضرتك سامعيني كده ولا؟ سامعينك بس الصوت فيه مشكله، بس قد ما تقدر حاول تتحرك لمكان مفتوح يعني. هو انا عندي شبكه بعتذر. لا ولا يهمك، اتفضل يا دكتور. فكنت بقول لحضرتك ان الحكومه المصريه عندها وعي دلوقتي ان التغير المناخي مش بيأثر على العالم بس، ده بيأثر عليها هي كمان.
برغم ان مصر ان الانبعاثات اللي عندها قليلة جدا. مصر الانبعاثات بتاعتها بتشكل 6% من الانبعاثات الكلية. يبقى الحجم بتاع الانبعاثات بتاع مصر قليل، ولكن مصر بتحاول تقود مبادرة للعالم كله ان هم يقللوا انبعاثاتهم، علشان ده هيأثر على الدول النامية اللي هي في افريقيا اللي منها مصر. تمام. فالمصلحة جماعية. انا بكرر شكري لحضرتك، احنا بس بسبب الصوت هنشكرك شكرا جزيلا، لكن وصلت الرسالة اولا انه زي ما دكتور عمر بيقول فريق كبير من الشباب المصري بيشتغل على الملف بتاع قضية الاحتباس الحراري في العالم. الاهتمام مصر هو اهتمام ممتد وتأثيره مهم جدا رغم محدودية مسؤوليتها. دكتور عمر الحسيني المحاضر في الهندسة البيئية والتنمية المستدامة كان معنا متحدثا عن واحدة من أهم جلسات العالم والحديث عن الاحتباس الحراري. طيب تعالوا بقى نروح زي ما كلنا دايما نقعد نغير على بلدنا كده، نقول طب العظيم اللي حصل في مصر ده اتشاف؟ العالم حس بيه؟ العالم شافنا ازاي؟ كان عندنا ضيوف مميزين من كل دول العالم، سواء كانوا مشاركين او حضور او متحدثين، كل الاشكال ده. لكن كمان الناس شافتنا، الضيوف لما جم شافونا اتكلموا عننا بشكل ازاي؟ كل الاسئله دي احنا محتاجين نطرحها ونشوف الرصد الحقيقي ليها. هو طبعا كان فرصة ان الناس تشوف انجازات مصر وتشوف تفاعل حقيقي، وتحديدا انجازات مصر في مجال التحول الرقمي. المنتدى عمل رسائل كده غير مباشرة لكنها كانت مهمة جدا. اولا ان احنا استخدمنا التقنيات الحديثة، استخدمنا تقنيات الرقمية في كل المجالات، في الإعلام كان عندنا روبوتس بتقدم المعاقمات وكانت بتقدم خدمات للضيوف، كان عندنا منصة افتراضية. كل حاجة حصلت في المنتدى بتقول إن احنا مواكبين، احنا مش مستنيين نسمع عن الحاجات دي أو التطبيقات دي، لكن كمان احنا استخدمناها. لكن أنا هيكون سؤالي تحديدا لدكتور حسين أمين أستاذ الإعلام الرقمي بالجامعة الأمريكية عن كيف رأنا العالم؟ هل كل الحاجات دي اترجمت؟ هل شافتها كمان المنصات العالمية ورصدت بشكل كافي قد المجهود الكبير اللي حصل؟ دكتور حسين مساء الخير على حضرتك. مساء النور. مساء الفل. وإحنا عايزين نسأل حضرتك على طول على التأثير أو الصدى أو زي رصدت الوسائل الإعلامية وتحديدا منصات التواصل المنتدى والمشاركات والأحاديث اللي كانت فيه برصد مبدئي كده اللي وصل لحضرتك. والله الدراسات الاستكشافية اللي احنا عملناها بتؤكد ان نجاح المؤتمر يعني في الوصول والبلوغ والتأثير في مواقع كثيرة من المواقع الميديا الدولية، سواء ده اتنقل عن طريق شبكات وقنوات عابرة للحدود والقوميات او شبكات مينستريم دولية اخذت اخبار كثيرة عن المنتدى ونقلتها لشبكات اخرى، او اتخذت من زي ما سيادتك تفضلتي من المنصه المنتدى الافتراضيه الى مواقع اخباريه خدت من المنصه الاخبار الخاصه بالمنتدى ونقلتها الى مواقع تانية في العالم. فاحنا قدامنا نقطه مهمه قوي هي شرم الشيخ اللي طلع منها الانبثاقات الكبيرة جدا من وسائل الإعلام الرقمية والشبكة اللي هي لفت العالم بيها، سواء عن طريق النقل المباشر لمواقع أو قنوات خدت منها وعادت بث هذه الأخبار والمعلومات عبر العالم، بالإضافة إلى طبعا الشبكات الرئيسية اللي هي خدت من الموقع أخبار ومعلومات وقدرت اللي هي برضو عن طريق طيب مراسلينها ان هم ينقلوا صورة واقعية عن المنتدى. طيب عايز اسال حضرتك سؤال افتراضي كده، ايه الحاجة اللي حضرتك كنت تتمنى انها في مجال التقنيات الرقمية تبقى حاصلة ومستخدمة في منتدى شباب العالم وتتمنى انها تحصل في المرات اللي جاية؟ ايه الجديد يعني في هذا العالم
أو في طرق التواصل العالمي اللي ممكن يفيد فعاليات كبيرة بحجم منتدى شباب العالم أو كل الفعاليات اللي احنا بنبقى فارق معانا جدا قد ما احنا داخليا مبسوطين بيها أنه العالم يشوفنا زي ما احنا شايفين الوضع بشكل داخلي يعني. ده أستاذ دينا العالم شافنا فعلا وتفاعل معانا، هو بس المسائل دي لابد أنها تترجم إلى أرقام مرصودة عن طريق البحوث اللي أنا بنعملها، وتطلع الحاجات دي في يعني دوريات عالمية معترف بيها على أساس أن الرصد ده هو اللي بيؤكد حقيقة المجهود الضخم والعظيم اللي احنا شفناه. إنما الحاجة بقى اللي أنا عايز أشوفها نفس يعني شخصيا يعني إن في عمليات التحول الرقمي الكبيرة بالخطوات الواسعة اللي موجودة بنحب اللي هنشوف تفاعلات أكتر عن طريق النقل المباشر من الحضور اللي هم يعني شباب المنتدى اللي بيمثل العيلة الجديدة للعالم إنهم يتواصلوا مع من خلال الأخبار اللي احنا بنترحها ليهم. يعني هم الشباب دول أنا في تخيلي في العالم الرقمي الجديد هيكونوا صحفيين وإعلاميين بيقدروا ان هم 5000 بلس اللي كانوا موجودين يبقوا بينقلوا الصور كلها للاهل والمعارف والاصدقاء في الاماكن المختلفه اللي هم جايين منها، وبالتالي بيكون عندنا اسره كبيره متفاعله معانا مع المجهودات العظيمه ان الاعلاميين قاموا بيها من خلال المنتدى. ده عظيم جدا يا دكتور، ونتمنى فعلا حدوثه، لانه كمان كانت واحده من الحاجات الجميله والايجابيه اللي في مره من المرات اتفاجئنا كده في المنتدى انه كان قبل كده يعني غير مسموح، او موضوع الموبايل كان مزعج وبيزعج الناس في المحاضرات، لكن كان بقرار جريء جدا فكره انه لا يسمح لكل الشباب باستخدام كل اجهزتهم المحموله، لانه زي ما دكتور حسين قال هو ده الهدف او ده جزء من الهدف انه يسجلوا وتكلموا وصوروا وسجلوا انطباعاتكم عن الحدث الكبير اللي انتوا فيه لكل بلد انتوا جايين منها ولكل مكان ولكل دايره من دوائركم. دكتور حسين امين استاذ الاعلام الرقمي بالجامعه الامريكيه كان معانا. بعد الفاصل نرجع بقى نسال سؤال مهم جدا في سوق عن سوق الادويه، لانه سوق الدواء طول عمره سوق حساس جدا، معاييره كبيره وعاليه. نرجع بعد الفاصل نكمل كلامنا. واستكمالا اللي بنتكلم عنه والتصريحات المهمة جدا اللي كانت في المنتدى، كعادة الرئيس في كل مرة في منتدى شباب العالم وفي أي لقاء بيكون في لقاء خاص مع الصحفيين مصريين وأجانب على هامش منتدى الشباب، بطبيعة الحال بتبقى في أسئلة في موضوعات كثيرة. السنة دي كان أسئلة عن السودان، عن ترسيم الحدود مع اليونان، كان في أسئلة عن الإنجازات اللي حصلت في مصر، وكعادة الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت إجاباته واضحة وصريحة، وكان فيها رسائل كتير بصراحة مهمة لينا كمان للداخل قبل ما تكون للرد على سؤال أو استفسار من صحفي أجنبي. لكن الحقيقة أنه في واحد من الإجابات كان مهم جدا وكان حاسم جدا في الحديث عن فكرة الحريات، والرئيس قال مؤمنون بالحريات ومحدش هيحب بلدنا أكتر مننا، وكأنها كانت تأكيد وحسم لفكرة وقضية دايما يتاجر بيها والحديث فيها دايما بيكون يشعر من يلقي السؤال أنه كأنه بيحط مصر في حرج. خلونا نسأل الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ أكرم القصاص رئيس تحرير اليوم السابع عن اللقاء ده ولقاء الصحفيين مع الرئيس، بعد ما نسمع جزء من كلمة الرئيس للصحفيين الأجانب على هامش منتدى شباب العالم. هطرح عليكم طرح على شبابنا اللي موجود هنا والشباب المصري، ولو في حد من الشباب الآخرين مستعد ان هو ياخد كل البيانات اللي بتطرح وبيتم تداولها في الخارج عن العدد وعن السياسيين وعن الاحتجاز وعن الاختفاء القسري، ويتم خلال اسبوع اتنين شهر اتنين تلاتة يتم يعني الوقوف على حقيقة ذلك. واللجنة دي لما انا بكلم من شباب محايد خالص، ولما اللجنة دي تطلع بنتائجها تعلنها للناس، هل الكلام ده حقيقي ولا لا؟ هل النهاردة في الكلام اللي بيطلق ده بالأرقام اللي بتتقال ده حقيقي ولا لا؟ لكن عايز أقول لك إيه، أحيانا بيكون البنات اللي بيتم
التحصل عليها بيانات مش دقيقة. ساعات الموضوعات اللي بيتم طرحها ما بتبقاش موضوعات كاملة. فبالطريقة دي أتصور هيكون إجابة، مش إجابة بقى إجابتي أنا كمسؤول، إن إحنا دولة قانون وإن إحنا ما بيتمش أي إجراء خارج الإطار القانوني وعدم التدخل في شؤون القضاء. لا، مش هقول كده خالص. هقول هاتوا البيانات اللي أنتوا بتتكلموا عليها ديت، الأعداد الكبيرة، القوائم بتاعت الاختفاء القسري، وتعالوا كلامنا عملناه قبل كده، عملناه قبل كده، وكان في لجنة تشكلت في أول مؤتمر شباب، وخلينا اللجنة دي تشوف الموضوع دوت، وأي أي إجراء خاطئ مستعدين إيه نصوبه. وأي إجراء خاطئ مستعدين نصوبه، مش بس الجملة دي، لكن خد بالك من لغة الجسد، وخد بالك من الأريحية في الحديث. تاني، ليس لدينا ما نخفيه. بالتأكيد كل حاجة قابلة للتحسن، كل ملف قابل لأنه يبقى أفضل من اللي قبله، لكن المكاشفة والأريحية في الكلام دي واحدة من الرسائل اللي وصلتنا إحنا وإحنا بنتابع ونتفرج. لكن خلونا نعرف بقى تحليل أعمق وأكبر للخط العام للحوار مع الصحفيين الأجانب، اللي بالتأكيد الأستاذ والكاتب الصحفي الكبير أستاذ أكرم القصاص رئيس تحرير اليوم السابع ممكن يشاركنا بتفاصيل أعمق في ردود وحجم الأسئلة وطريقة حتى إلقاء الأسئلة من بعض المراسلين تحديدا. مساء الخير عليك أستاذ أكرم، وحمد لله على السلامة. أهلا بيك. بسأل حضرتك عن الجزء الخاص بالحريات في الأسئلة التي طرحت على سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في منتدى شباب العالم، وإجابته، تحليل حضرتك السؤال والإجابة، وكمان إطلاق عام 2022 كعام للمجتمع المدني. هل ممكن نربط خط ما بين الثلاث نقاط دي، أو خط ما بين ملف الحريات ووثيقة حقوق الإنسان وعام المجتمع المدني؟ هل نقدر نربط الأمور دي ببعضها؟ يعني الأمور مرتبطة فعلا الحقيقة، لأنه على مدى السنة اللي فاتت كمان كان إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان أظن في سبتمبر، كانت واضحه جدا بشكل كبير في انه في طبعه مصريه او سياق مصري للتعامل مع هذه القضيه الواضحه. ودائما الرئيس الحقيقه ما بيقفزش على مثل هذه الامور او يتعامل معها، ممكن ما يتردش عليها او كده، لكن الحقيقه الدوله خلال السنوات اللي فاتت كانت حريصه حتى في المؤسسات الدوليه في التحولات المختلفه. استاذ اكرم انا بعتذر، واضح ان مشكله الصوت ما زالت مستمره في التليفونات النهارده، هنرجع نتصل بحضرتك مره ثانيه. استاذ اكرم القصاص بيتكلم عن الامتداد الحديث في هذا الموضوع. احنا انا كمان خلوني الخص لكم لحد ما نرجع نتابع مع استاذ اكرم الفكره، انه احنا طول الوقت بيبقى في سؤال عن اللاجئين مثلا، او بيبقى في قضيه اللاجئين دي دايما تطرح في اي محفل في رئيس دوله كبير ومؤثر بحجم الرئيس عبد الفتاح السيسي. ففي المنتدى كان في نفس هذا الطرح، والحديث عن عدد احنا في مصر ما نقدرش نقول لاجئين، بس عدد الزوار الكرام الذين استقبلتهم مصر والكلام عنهم بالقدر الكبير من الحقوق المعطى ليهم، ودي رؤية مصر ودي طريقة مصر في إدارة هذه الملفات اللي أحيانا دول تانية تاخدها وتزايد بيها. مصر ما بتعملش كده، مصر تشتغل وتنزل على الأرض وتواجه المشكلة وتستوعب الأعداد الكبيرة رغم مشكلاتها الداخلية وغيرها من القضايا الملفات. عودة لأستاذنا الأستاذ أكرم القصاص رئيس تحرير اليوم السابع، نتمنى يكون الصوت أفضل المرة دي. مساء الخير مرة تانية أستاذ أكرم، تفضل. طبعا، فالحقيقة نقطة مهمة جدا بياخدنا فيها رئيس عبد الفتاح، إن هو يتعامل مع القضية زي كل القضايا المختلفة بشكل جذري وبشكل واضح وبشفافية دون لف أو دوران. الحقيقة ده بيوصل لهدفه بسهولة، لأنه هيئة قضية حقوق الإنسان دي طول عمرها كانت بتتحول أحيانا إلى ألعوبة أو إلى محاولة تفييس، إحنا العلاقات كويسة فيطنشوا حاجة، بعد كده ممكن نفس هذه الدول تطلع تقارير في حتة، بعد كده تتجاهل تقارير دولة تانية بتدفع عليها فلوس. يعني فكرة المنظمات حتى أصبحت دلوقتي فيها ده، محدش بيقول إن القضية مش مهمة بالمناسبة، بس بقى مصر قدمت منذ البداية فكرة
حاجه مهمه اللي هو الحقوق الانسان متكامله، لان مصر من اوائل الدول اللي وقعت على الاعلان العالمي لحقوق الانسان. والاعلان العالمي لو حد بيراجعه هيلاقي فيه بيوت كثيره، حق الحياه والسكن والصحه والتعليم والمساواه وذوي الهمم لهم حقوق، والمراه لها حقوق، وكل حد فكره تكافؤ الفرص، فكره المساواه، فكره العداله. فدي قضايا مهمه. يعني مش ممكن يبقى في حد دايما احنا بنقول يبقى فقير ومش لاقي ياكل وكده، وفي نفس الوقت احنا نقعد نتكلم في كلام نظري قد لا يؤدي الى انه هذا الشخص يستفيد، بدفعه لانه يكون عنده فرصه عمل، بدفعه يكون عنده ده. ده مش معناه ان احنا نتجاهل البنود الاخرى، لكن نحطها في سياقها العام. حقوق يعني الناس اللي في العشوائيات اللي اتشالوا دول وراحوا في مجتمعات انسانيه ومتحضره، ده جزء من حقوق الانسان مهم. الناس اللي اتعالجت من فيروس سي، جزء من حقوق الانسان مهم. تكافل وكرامه للناس اللي تاثرت بتاثيرات الاصلاح الاقتصادي، ده جزء مهم من حقوق الانسان. حريات الراي والتعبير بتتحط في سياق السياسه، يعني والحقوق السياسيه والاجتماعيه والحقوق السياسيه مهمه جدا، وتتحط في سياقها لانه كان قبل كده بيتم انتزاع كافه الحقوق ومنع حقوق التعبير في النهايه بنسرق ارادته ونخليه غير قادر. الملفات المهمه اللي كان يتم طرحها فيما يتعلق باختفاء قصري مثلا، اكتشفنا انه هذه القضيه اللي تحولت الى مسمار جوحه مع الوقت كانت التقارير باعتراف التنظيمات الارهابيه نفسها، كنا بنلاقي هؤلاء الناس ارهابيين اما تم قتلهم فيتم اعلانه او القبض عليهم بره، فنكتشف انه كل ارهابي كان في تنظيم تحول الى مختفي قسريا، وتم الرد على ده بالمناسبه. فكره الرئيس انه يعرض انه احنا نفتح وما عندناش حاجه، ده كلام مهم جدا. النقطه المهمه الثانيه فيما يتعلق بالرد على المراسلين بشكل واضح، اللي هو وانتوا بتحبوا بلدنا اكتر مننا، هو انا هفضل اسير واشتغل والناس تلاقي فرص عمل وتلاقي علاج وتلاقي كذا، لان انا لو فضلت ارد وطنشت ده، يعني ان انا ما امشيش في سكه مشروعات قوميه او بنى او عمل او فرص عمل، ممكن الناس دي تتعرض لمشكلات. لانه ده كان جزء مهم قوي من السياق اللي انا بتعامل مع قضيه مهمه. وقضيه الاستراتيجيه الوطنيه الحقيقه بتقول ان حقوق الانسان مش طرف، لكنها قضيه رئيسيه، بس ناخدها بمفهوم شامل قادر على انه يتعامل مع كل نقطه بما تستحقه وبما لها من اهميه، وفي نفس الوقت ما عندناش حاجه نخبيها. اقدر ان انا افتح الباب للمراجعه ولا المتابعه ولا وده، وبالعكس ده اثبتت التجربه قبل ذلك انه في تقارير مزيفه. وبصراحه في بعض المنظمات دايما احنا بنقول افسدت قضيه حقوق الانسان وشككت في اي قضيه انسانيه او محترمه، لان هذه المنظمات تعمل بشكل زي تليفونات العمله وتحصل على اموال وتطلع بها. مش بنعمم، لكن في نفس الوقت لازم ده يبقى متاخد في الاعتبار ان في وقت من الاوقات كان في ارهابيين بيتم التعامل معاهم على انهم زي ما حضرتك قلت كده. يعني هو المكاشفه وان ليس لدينا ما نخفيه، ده كان عنوان مهم، وانه طبعا لدينا ما نعمل عليه، واحنا بنواجه ده وبنتعامل معاه. بشكرك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي الاستاذ اكرم القصاص رئيس تحرير اليوم السابع. زي ما قلت لحضراتكم قبل الفاصل، دايما الحديث في مساله الدواء، صناعه الدواء، الطفره الكبيره اللي بصراحه حصلت في مجال الرقابه على الدواء، لانه كان في حاله من الفوضى حصلت كده في سنوات ما بعد الثوره. لكن احيانا بقى نقابه الصيدله كده تعمل شويه بلاغات وحاجات ومطالبات، بنبقى عايزين نسال هل ده ممكن او هل ده طبيعي، هل هم بيبالغوا مثلا ولا ده فعلا يجب ان يحدث. بقول لكم او بنحكي عن ايه، بنحكي انه كلنا عارفين انه شركه امازون العالميه فتحت فرعها او عملت مقر رئيس ليها في مصر، والمصريين كان عندهم طول الوقت الشراء من المنصات دي حاجه خلاص بقى جزء من ثقافة الناس، وتحديدا الأجيال الجديدة. شركة أمازون واحدة من أهم متاجر التجارة الإلكترونية في العالم، طول عمرها بتبيع بعض المكملات الغذائية، بعض الأدوية، بعض الفيتامينات على مواقعها، وده بيحصل في كل بلاد العالم. في مصر نقابة الصيادلة تقدمت ببلاغ بسبب أنه أمازون بتبيع أدوية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة، القانون رقم 127 لسنة 1955. نفهم بقى
وشوف الحكاية فين، لأنه أنا مثلا واحدة من الناس اللي عندي سؤال، طب ما نفس الأدوية المستوردة دي اللي بتباع على المنصات بتباع داخل الصيدليات، ففين المشكلة؟ ما أكيد الدواء ده مترخص. نفهم المشكلة ونفهم إيه الإجراءات القانونية اللي محتاجة هذه المنصات تعملها عشان توفق أوضاعها. من دكتور محمد الشيخ نقيب صيادلة مصر، مساء الخير عليك يا دكتور. مساء الخير يا دكتورة. احنا عفوا نقيب صيادلة القاهرة، وانا عارفة ان دكتور محمد حضرتك واحد من الناس اللي اشتغلت لسنوات طويلة في مجال انه تبقى تنظيم مهنة الصيدلة اصلا، وانا عارفة انه ملفكه صعب وكبير، لكن خليني اسألك تحديدا عن تجارة الدواء. سوق التجارة الالكترونية موجود في العالم كله، مشكلة حضرتك مع المنصات دي هي نوع الادوية ولا انها غير مرخصه وانها لم تمر على وزاره الصحه المصريه؟ طيب انا وانا بشكر حضرتك وبشكر على اهتمامكم بالامر وشرحه للجمهور. يمكن الدستور المصري عندنا في الماده 8 قال حق المواطن في الصحه والرعايه الصحيه طبقا لمعايير الجوده الطبيه، واللي بيتصل بالضروره طبعا بالتدابير الكثيره بالتحقق من سلامه وكفاءه الادويه. طبعا القانون المصري اللي هو 127/55 هو قال، والمحكمة الدستورية العليا في 2/6/2018 قالت ان الدواء ده يعني سلعة معينة، والدواء ده لا التجارة فيه او لا يستهدف الربح ولا المضاربة، وطبعا ده بغايته تقديم خدمة عامة وهي سلعة لها طبيعة خاصة، فدي طبعا لها قوانين بتحكمها، فمش اي حد يقدر يشتغل في الدواء، لازم متفقين على كده. اول حاجة الدواء ليه مواصفات، اللي بيمارس المهنه بتاعته لازم يبقى صيدلي. طيب انا النهارده احنا في بلد لازم احنا في بلد نحترم فيها القانون. تمام. القانون المصري بيقول ان ما فيش حاجه اسمها بيع دواء الكتروني. اللي بيحصل ده وكل دول العالم اكدت على هذا الكلام، كل دول العالم اللي بيبيع زي ما حضرتك تفضلتي بيع بعض المكملات، بعض الحاجات اللي هي الموجوده وبالتصريح. طب حضرتك بتتكلمي في بعض المكملات، احنا دلوقتي عندنا الموضوع عندنا لا، ممكن يبيع اي حاجه، ممكن اي المنصات اللي حضرتك بتتكلم عليها ممكن تتداول ادويه، يعني لابد تكون ادويه وصفيه بيتم تداولها، ادويه ممكن تكون ادويه مخدره، ممكن تكون ادويه اورام، ادويه مغشوشه. انا اعرف منين ايه الضوابط اللي عندي في الكلام ده؟ حضرتك طبعا تعرفي ان الصيدليه بتاخد على الرقابه، بتاخد على التفتيش بالفواتير بالمراجعات لكل الحاجات اللي موجوده. انا النهارده عندي ادويه بتطلع لبعض الناس، هل حضرتك لو تابعت الفتره الاخرانيه في ضبطيات كتيره جدا تمت من قبل التفتيش الصيدلي، مصانع بتعبي بودرات سيراميك وحاجات مش مظبوطه خالص، الحاجات دي بتروح فين؟ هل بتخش الصيدليات؟ لا طبعا، دي بتخش عبر الحاجات اللي موجوده دي. حضرتك ذكرتي ادويه مخدره او ادويه بتيجي مهربه، الادويه اللي هي زي مش هنقول اسماء، ادويه الفيتامينات والحاجات اللي بتيجي بشكل مش رسمي، اضمن من الادويه دي مش مسجله في مصر، ده مخالف للقانون المصري، ولو اي لو ضبطت في اي صيدليه ده بيتم تحرير محضر الصيدليه وغلق الصيدليه. فما بالك بقى ان دي حاجات بتبيعها، يبقى انا ازاي يبقى انا القانون عندي بيجرم بيع الحاجات دي؟ ده ادويه بتاثر على سلامه الناس وصحتهم، وادويه غير خاضعه للرقابه، واللي يحوزها داخل الصيدليه بتاعته بتحدده بالغلق. طب انا النهارده ازاي يبقى انا بعمل الكلام ده؟ التطبيق هو القانون ده نفسه هو اللي موجود مطبق في مصر، لا الحاجات دي في عبر التطبيقات. ما هو انا سؤالي، انا فاهمه قصد حضرتك ان انت عايز كل حاجه تبقى خاضعه للرقابه وبحسب يعني القانون المنظم لتجاره الدواء، انه لازم يبقى من خلال المنافذ المعتمده واللي هي بنفس في طبيعه الحال مراقبه. سؤالي بس لحضرتك، ايه الوضع الامثل؟ يعني ما هو دلوقتي كمان في صيدليات الكترونيه، هل الصيدليات الالكترونيه دي مربوطه برضو بشبكه من الصيدليات بمستودعات بمخازن ادويه؟ هل حضرتك عايز المتاجر التجاره الالكترونيه العالميه دي تبقى كمان خاضعه للنظام المصري الداخلي؟ يعني ايه الوضع الامثل اللي انت بتطالب بيه فشايف انه ده ممكن يحقق هذه الرقابه؟ الوضع ده لابد من الامر برمته يتم تناوله من خلال نقابه الصيدله والنقابات الفرعيه، النقابه العامه والنقابات الفرعيه مع كافه منظمه المجتمع. طب يا دكتور هو الدواء دخل مصر ازاي؟ مش هو دواء يعتبر مستورد؟ ما هو دخل مصر. ده مهرب يا فندم، ده دواء غير مسجل في وزاره الصحه المصريه. لا دكتور انا بس ده سؤالي، ما هو انا مثلا ممكن الامازون دي او الشركه العالميه دي دخلت
البضاعة بتاعتها في مصر ومتخزنة في مخازنها في مصر، دخلت من المواني المصرية أكيد عدت على هذا النوع من الرقابة اللي حضرتك بتطالب بيه. احنا هنا بقى بنطالب بتفعيل القانون على زيهم زي أي حد تاني. أنا نفس الدواء اللي موجود عند أمازون ده اللي دخل بشكل أنت بتعتبريه رسمي، لو ضبط في أي صيدلية بيتم في الحال غلق الصيدلية وإلغاء رخصة الصيدلية، ده القانون اللي عمل كده. يبقى أنا إزاي يعني أدخل الدواء بالشكل ده؟ لا، لابد من تجديد. لا أنا فاهمة يا دكتور إن طبعًا يتم غلق الصيدلية لو الدواء كان مهرب. أنا بقول لحضرتك مش ممكن إنه شركة كبيرة جدًا بتتاجر في آلاف من الأصناف هيبقى فيها أصناف مهربة، أكيد دي دخلت بالطرق الشرعية. هل الطرق الشرعية دي ليست كافية؟ يعني أي شحنة مثلاً بيثبت إن فيها دواء لازم تعرض على وزارة الصحة المصرية نتأكد إن هي خاضعة للمعايير. ده حصل للأدوية دي اللي دخلت واتباعت في مصر ولا لا؟ ما هو ده بيتم بشكل غير ده مخالف للقانون. احنا بلد قانون، ده مخالف للقانون. الحاجات دي دخلت بشكل الليجل، يعني احنا يعني ازاي تبقى دواء موجود لو هو بالشكل اللي حضرتك بتتكلمي بيه ده مصرح بيه لبيع على منصه الكترونيه وغير مصرح بيه لبيع في صيدليه؟ ده كلام مش سليم. ده جزء. الجزء الثاني اضمن منين الحاجات دي تخزينها وسلامتها، حتى لو كان انا هفترض مع حضرتك ان ده طبعا ان ده حاجات سليمه، هفترض ان دي حاجات سليمه، اضمن منين عمليه التوزيع والنقل والتخزين والحاجات دي كلها غير المخالفه للقانون؟ المنصات دي بقى مش بس امازون، ده كل المنصات الثانيه. احنا خدنا حكم تاريخي بالحكم على تطبيق زي ده زي امازون كده اسمه تطبيق صحتك بغلق التطبيق وتغريمهم واعطاء الحق للنقابه للتعويض بطلب التعويض من المحكمه الاقتصاديه اللي موجوده بحيث ان هي تبقى لان مخالفه الكلام ده للقانون لان الكلام قال ايه بقى. طب انا اسالك سؤال يا دكتور وخلينا نكون واقعيين اكتر، الى اي مدى احنا محتاجين تنسيق ما بين هيئه الرقابه على الدواء ما بين نقابات الصيادله وما بين وزاره الصحه؟ الى اي مدى احنا محتاجين تنسيق داخلي كده ما بين الجهات المختلفه اللي ممكن تكون بتشرف على عمليه تنظيم سوق الدواء في مصر؟ لابد من الجلوس في جلسات مطوله وشرح واتخاذ الامر من كافه الابعاد بتاعته لهذا الامر، لان انا ما ينفعش النهارده ان انا اقدم مشروع مقترح او اتداول حاجه بشكل بدون ما تعرض على اصحاب الامر نفسهم. اصحاب الامر ممثلين في نقابه الصيادله والنقابات الفرعيه. النقابه يقعدوا مع الناس، هم الناس الممثلين للصيادله، يقعدوا مع كافه الجهات ويتناولوا هذا الامر. وبعدين عايز اوصل لحضرتك حاجه يا دكتوره دينا، يمكن حضرتك بتتكلمي على جزء، احنا عندنا صيادله مصر بيقوموا بدور مهم جدا في القرى والنجوع والاماكن اللي هي مش موجوده. حضرتك لو تلاحظي ان احنا ايام كورونا صيادله كانوا وقت الحظر كانوا موجودين وبيقوموا بدور كبير جدا. طبعا لا، هو محدش ينكر دور الصيدلي، وبصراحه ومحدش ينكر الخطوره القادمه على مهنه الصيدله في مصر بسبب موضوع التجاره الالكترونيه. يعني قادره ادرك اسباب تخوف حضرتك، لكن برضو لازم اقول انه لازم الاطراف المعنيه الكتير هي اللي تقرر وتاخد قرار، لانه بطبيعه الحال مفيش حاجه بتمر بدون رقابه. بشكرك دكتور محمد الشيخ نقيب صيدله القاهره، وبالتاكيد الحديث بقيه لانه الحديث عن المنصات الالكترونيه مش يمكن تكون دي اول مره نسمع انه مثلا نقابه الصيدله مستاءه، لكن لن تكون الاخيره، لانه لا في ادويه مستورده تدخل مصر، لا تقدر تطلب دواء مستورد وهتدفع الجمارك بتاعته وهيوصلك لحد عندك، مش هيعدي على الرقابه اللي دكتور محمد بيطلبها دي، ممكن يعدي على مراجعه على المواني على انه الوزارات المعنيه تتاكد ان هو حاجه ما هيش مخدره، لكن هيجي لك. ففي اسئله كتير في هذا الملف، واعتقد انه هيفضل مفتوح معانا لحد ما يبقى في طرق لتنظيمه داخليا. نختم بقى بنص ساعه كوره كده، بعد فاصل قصير هنتكلم عن ماتش مصر وغينيا. هو بصراحه مش هنتكلم بس عن ماتش مصر وغينيا، احنا هنتكلم عن الحاله العامه من الاحباط من الكره المصريه، رغم انه اكتر حاجه كانت تبهج المصريين هي اليومين دول بصراحه من اكتر الحاجات ومسببات القلق. بعد فاصل قصير نستقبل ضيفنا العزيز ونتكلم عن ماتش مصر وغينيا بيساو بكره، ناقد الرياضي الاستاذ صبري سراج.
زي ما قلنا قبل الفاصل بنستقبل ضيفنا الناقد الرياضي الأستاذ صبري سراج اللي هيكلمنا بقى ونهدي نفسنا كده قبل ماتش بكرة، لأنه كتير مننا بيتابع أداء مصر في البطولة بكتير من الترقب، وتحديدا بعد الماتش السابق مع نيجيريا. مصر بكرة بتلعب مع غينيا بيساو، وبعد كلام كتير مش بس عن الأداء المنتخب لكن كمان عن الأداء القيادي والإداري للمنتخب، عن أداء كارلوس كيروش. أنا هبتدي معاك من هنا. الراجل ده جايب سي في عظيم صح؟ استقبلناه استقبال جميل وفرحانين بيه ومتحمسين جدا لنتائج سريعة. هو احنا اللي مستعجلين ولا هو اللي لم ينجح انه يدينا انطباع جيد عنه عايز ايه؟ احنا مستعجلين ده طبعا. الرؤية مش واضحة. يعني هو لما جه قال ان هو هدفه ان هو يوصل كاس العالم، فيبدو ان اللي تعاقد معاه هو وصل له الفكره ان اهم حاجه بالنسبه لنا ان احنا نوصل كاس عالم. ايوه، محدش اتكلم على كاس الامم الافريقيه اللي احنا ابطالها. أوكي. واحنا البطل التاريخي للبطوله. فهل ما حصلش ان حد اتكلم معاه ان البطوله دي مهمه بالنسبه لنا ولا لا؟ دي حاجه احنا مش عارفينها، لكن على الاقل هو مع الوقت في الكام شهر اللي هو قعدهم في مصر عرف تماما اهميه كاس الامم الافريقيه بالنسبه لنا. بالظبط. وان واللي ما بانتش خالص في اول ماتش، وان تصفيات كاس العالم فاضل عليها ماتشين، وارد ما نوصلش. فنبقى ضيعنا كاس الامم الافريقيه وضيعنا كمان كاس عالم. فهي الرؤيه ما كانتش واضحه، انما بالتاكيد هو دلوقتي فاهم اهميه البطوله بالنسبه لمصر. أوكي. طبعا هو كمدرب هو سي في، يعني كنت لسه بتكلم مع مصطفى قبل ما ندخل فبقول له هو يعني على قارة أفريقيا وأسيا وأمريكا الجنوبية هو يصنف مدرب كلاس A، راجل تاريخه مع المنتخبات. أه طبعا. عارف أنا ليه مبسوطة بكلامك؟ لأنه أول يعني بقالي مثلا 3 أو 4 أيام ما سمعتش أي حاجة إيجابية عن هذا الرجل، وبقول مستحيل يعني هو هي مش لايقة. أنا عارفة إن إحنا لما بنغضب على حد بنغضب عليه جامد. هل ده نابع من غضبنا الحقيقي ولا إنه فعلا الأداء في الماتش الأول كان هزلي بحسب ما بعض الناس وصفته؟ في نقطتين. النقطة الأولانية إنها كورة، فالمشاعر في الكوره متطرفه جدا. فوارد جدا ان انت تحبي حد جدا النهارده وتاني يوم تقلبي عليه تماما، ده وارد جدا. في الكوره لا، ده في كل حاجه بصراحه. حرام. وفي الكوره بالذات هي مشاعرها متطرفه. يعني الحاجه الثانيه ان احنا في استعجال طبعا، وفي استعجال كبير ان المنتخب بعد سنين عجاف طويله، احنا من 2010 لحد النهارده. حتى في السنه او في المره اللي احنا وصلنا فيها كاس عالم، خليني اقول لك على حاجه، احنا كنا دايما بنشوف قد ايه احنا كبار لما بنلاعب كبار القاره وبنتفوق عليهم. حلو. يعني في 2006 و2008 و2010 احنا كسبنا كل كبار القاره بدلا مره اتنين. في السنه اللي وصلنا فيها كاس عالم في 2018 احنا ما قابلناش ولا منتخب كبير في التصفيات. يعني حتى الانجاز اللي عملناه ما كانش موصول، يعني ما قابلناش الكاميرون، ما قابلناش غانا. ما قابلناش نيجيريا، ما قابلناش المغرب، الجزائر. لا، هو مصطفى بيصحح لك بيقول لك قابلنا غانا. قابلنا غانا في التصفيات اللي قبلها. وفي التصفيات دي ما كانتش المقابله في الفاينل اللي هو اللي هيكسب يوصل. دي كانت مجموعات واحنا حققنا النقط. طب انا مش عايزه اروح بعيد كده، سامحني. يعني انا عايزه استفيد بالوقت، وان انا اقول لك قبل ما نبدا الفقره كده قعدت ابص على شويه الاخبار اشوف طيب الراجل ده كارلس كيروش مع كامل الاحترام يعني لمحاولاته اللي لسه بتحصل لحد دلوقتي، انه من الاخبار بتقول ان انا هرجع اللعيبه لمواقعها المعتاده وتحديدا محمد صلاح واللاعبي خط الهجوم مثلا. نعرف نقول مثلا 4 أو 5 حاجات مش هيقبلها المصريين في الماتش اللي جاي من حيث التكتيك وترتيب اللاعبين في الملعب؟ لو حضرتك لو انت لسه قايل لنا ان انت شايفها من الكوارث اللي كانت حصلت. بالظبط. بص، احنا كلنا لما قرينا التشكيل بتاع اول مباراه ما حدش كان عنده اعتراض على اي حاجه. لكن لما شفنا التنفيذ في الملعب وتغيير اماكن اللاعبين بلا هدف وبلا سند، فده كان عمل نتائج. بالتاكيد. بعد كده ما هو يعني اسباب، يعني هو رص اللعيبه في الملعب رصه خاطئه تماما. فاحنا كلنا عملنا كده. هو في ايه اللي ايه شفته في مصطفى محمد عشان تلعبه في مركز الجناح؟ يعني ايه الامكانيات اللي انت شفتها في مصطفى مهاجم مميز جدا جوه ال 18. ما بيطلع بره ال 18 بيفقد 99% من قيمته. كمان انت قمت ملعبه في الجناح، بعدته خالص عن الصندوق. فانت ايه اللي شفته فيه؟ يعني اللعيب اللي بيلعب في مركز الجناح ده ليه مواصفات، انه يكون سريع، يكون عنده مهاره، بيقدر يفوت واحد على واحد. فمصطفى بيفتقد دي. ده اللي هو محمد صلاح
اللي احنا جبناه مهاجم صريح بالظبط. ومحمد صلاح اللي هو انت جاي هنا دلوقتي وهو احسن لاعب في العالم عشان هو بيلعب جناح، انت قمت مغير مركزه وملعبه مهاجم، فانت ريحت نيجيريا تماما. لا محمد صلاح هيعرف يجيد كمهاجم متكتل عليه اتنين مساكين ومفيش مساحات يقدر ان هو يتحرك فيها، ولا استفدت بمصطفى محمد اللي هو كان يقدر يخبط مع دول ويدخل جوه ال 18 وتتلعب له كروسات ويسجل. فانت يعني دمرت اسلحتك الهجوميه تماما. هرجع اسالك عن العناد، لانه دايما يقولوا كده انه لما الفريق بيخفق دايما بنلقي اللوم على المدرب، وانه احيانا نجاح الاداره مش بس في الكوره، في المرونه، لما اكتشف ان الموضوع مش ناجح لازم ابقى اكون مرن صحيح. يعني فبعد الفاصل هنرجع نسال على هو بجد زي ما بنقرا برضو عن شخصيه كارلوس كيروش ان هو شخص عنيد ومش هيسمع، مش هيسمع للانتقادات ولا الاستياء اللي في الشارع، ولا استياء 100 مليون ده حاجه كبيره هيتسمع لها. ونشوف بكره في ماتش غينيا مصر مع غينيا بيساو نتائج مختلفه. بعد الفاصل هنكمل مع الناقد الرياضي الاستاذ صبري سراج. مصر المنتخب الوطني المصري في المركز الرابع في مجموعته، وبكره عندنا ماتش مهم جدا هيحدد مستقبلنا في باقي البطوله، وعندنا سؤال كبير قوي عن مدى مرونه مدرب المنتخب الوطني كارلوس كيروش. رايك ايه؟ هيعمل ازاي؟ هيتصرف ازاي؟ بصي، هو يعني مبدئيا مفيش مدرب كبير في العالم ما بيظهرش للناس على الاقل ان هو عنيد يعني وان هو الصح. لكن برضه ما فيش مدرب في العالم بيحب ان هو يخسر، وما فيش فرص متاحه قدامه كتير بالظبط كده. فهو بالتاكيد يعني ان شاء الله يعني انا بصي انا من الناس اللي كانت متحمسه له جدا ولا زلت، لكن كم الخطايا اللي حصلت في ماتش نيجيريا انا ثقتي اتهزت شويه. لكن المفروض ان هو بكره هيتراجع تماما عن الافكار اللي هو قرر ان هو يطبقها في ماتش نيجيريا. كل لعيب يرجع لمركزه الطبيعي، والماتش المفروض ان هو في المتناول، مش محتاج منه انه يأوفر كوتش او حتى يأوفر ثينك، ان هو يعني في ماتش نيجيريا هو ممكن يكون فكر تفكير كتير جدا عشان يربك نيجيريا، عشان نيجيريا منتخب كبير. لا، انت بكره هتلاعب منتخب سهل جدا. اوكي، المفروض يعني في المتناول بحسابات الفرص، احنا فرصنا ايه في البطوله في السيناريو القادم في الماتشين اللي فاضلين؟ لا طبعا احنا صعبناها كتير. الفوز في ماتش نيجيريا كان هيخلي الطريق للنهائي اسهل من اي سيناريو تاني. كنا هنبعد مثلا عن ان احنا نلعب بطل المجموعه اللي فيها الجزائر وكوت ديفوار، لان احنا لو صعدنا اول كنا هنبعد عن الاول هناك. اوكي، دلوقتي احنا لو صعدنا تاني هنلاعب الاول، وده اقصى احلامنا دلوقتي ان احنا نصعد تاني. طبعا يعني عشان ما نلجأش للسيناريو الثالث ان احنا نفضل مستنيين اذا كنا هنصعد احسن توالت ولا لا. فيعني هنخش في حسبة كبيرة، لكن بالتأكيد احنا رحنا لسيناريو صعب يعني. ضيفي على كده ان الماتشات النوك اوت هي ماتشات بتحكمها اعتبارات وظروف وحاجات كتير، منها عامل التوفيق مثلا. يعني فهي مفيش حاجة، خلاص مفيش حاجة مضمونة حتى لو كنا صعدنا اول، لكن احنا نلعب كويس، نأدي بطولة كويسة، وده المهم. يعني انا بشوف من قبل البطوله ان احنا لو وصلنا المربع الذهبي سواء بقى فوزنا بالبطوله او لا، احنا كده حققنا تارجت كويس. احنا وصلنا للمكانه اللي المفروض مصر تكون فيها من الاربعه الكبار. الاربعه دول وارد اي حد فيهم يكسب البطوله، والفروق ما بينهم ما بتبقاش كبير. فاتمنى ان احنا نشوف مصر في المربع الذهبي رغم ان الطريق بقى اصعب. اتمنى بكره ان هو بس كل لعيب يكون في مكانه بالشكل الطبيعي تماما. منتخب سهل ما فيهوش لعيبه كتير خطر او مهمه. النهارده انا قاعد بتفرج وبسيرش على ارقامهم وبشوف عملوا ايه في اللقاء الاولاني قدام السودان، وهما فرقتين المفروض ان هما قريبين من بعض في المستوى. يعني غينيا يعني افضل لكن نسبيا، لكن السودان اخذ نقطه منهم. ما هما اتعادلوا. هما غينيا افضل نسبيا يعني، انما مش بفارق كبير يعني، بدليل ان هما حتى ما عرفوش يكسبوا السودان. كانوا مستحوذين ماشي، ضيعوا فرص في اخر الماتش فرصتين او ثلاثه. يعني انا هبني بس على كلامك اللطيف العلمي قوي ده، ان انا عايزه اقول لك انه طبعا احنا فاهمين ان الكوره فيها توفيق، لكن فيها علم برضو مش كده؟ صحيح طبعا. وفيها اداره وفيها اجتهاد وفيها مهارات فرديه للاعبين. كل الخلطه دي
الفريق او الجهاز الفني المعاون اللي خليني اقول كده بلغتنا احنا كمشجعين او مشاهدين، اللي هم عارفين اللعيبه اكتر وعجنينهم وخبزينهم وعارفين الجداد والقدام، نصايحهم بتروح فين؟ او كواليس الاداريه للمنتخب بتقول لنا انه يعني كيف يتم اتخاذ القرار فيما يخص مش بس تشكيل اللاعبين لكن اختيار اللاعبين كمان؟ بص احنا لينا اللي بنشوفه في الماتشات، اللي بنشوفه في الماتشات ان الراجل ما بيرجعش لاي مساعد من المساعدين المصريين اللي معاه. فهو واضح ان في جاب كبيره بينهم، يعني الكابتن ضياء وكابتن محمد شوقي في حته والراجل في حته تانية. الراجل المفروض ان هو اصلا جاي ومعاه مساعد ومعاه. اسال سؤال بايخ، اتفضلي، احنا بن عنده او احنا يعني هل ده رد فعل مثلا عكسي لان هم مش راضيين عنه مثلا؟ لا، هو من 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 دي وان هم مش موجودين، يعني مش موجودين في الصوره. فهو الراجل واضح ان هو بيعتمد على المساعدين اللي معاه، فهو معاه مساعد ومساعد تاني اللي هو محلل اداء، او كان معاه اتنين كمان محللين اداء ومحلل تالت مصري. في واحد مشي قبل البطوله وفي واحد جاله كورونا، فهو مسافر ومعاه محمود سليم بس اللي هو المحلل المصري الوحيد اللي في الجهاز. غير كده هو بيعتمد على مساعد من اللي معاه وخلاص، يعني مفيش تاني. طبعا هو من حقه يختار جهازه، يعني دي حاجه مفروض اي مدرب بيجي في اي حته في اي نادي تكوين جهازه المفروض هو اللي بيشكله بنفسه، يعني ما يفرضش عليه اسماء. لكن هكذا تدار الامور في مصر، لازم يكون في مساعدين مصريين ولازم ليها كوتا، حد من هنا وحد من هنا، حد ابيض وحد احمر، يعني زي ما بيحصل. فالواضح ان الراجل ربما ما يكونش اقتنع بافكارهم، ده مش تقليل منهم، لكن هي كيمياء. هو ليه وجهه نظر وفلسفه معينه حابب يطبقها، الناس الثانيه مش مقتنعه بيها. كيمياء مع اللاعبين عامله ايه؟ بصي الراجل ده يعني على مدار تاريخه هو ناجح جدا، فمعنى ان هو ناجح جدا وبيحقق النتائج المطلوبه منه يبقى هو اذا علاقته دايما باللاعبين بتكون كويسه. وما سمعناش ان في لعيبه اشتكت لحد دلوقتي من تعامل كارلوس كيروش. الراجل ده قبل ما نيجي هو كان اختيار موفق جدا. ليه؟ مش لانه مسك ريال مدريد ولا انه كان مساعد لفيرجسون، انا ببص على نتائجه هو مع المنتخبات. هو حقق ايه مع المنتخبات طالما هو جاي يدير منتخب مصر؟ فالراجل وصل 4 كاس عالم قبل ما يجي، واحنا جايبينه للهدف ده، واحنا جايبينه عشان نفرق. فاحنا جايبين مدرب كبير علاقته يعني على المستوى الاداري وعلى المستوى الفني هو مدرب كبير، بغض النظر عن اللي حصل في ماتش نيجيريا. يعني احنا نخلص الى انه لازم نشيل النقطه السوداء دي ونتوقع. بالظبط، يعني هو كان يوم سيء لكيروش واثر علينا كلنا وضايقنا، واحنا لحد دلوقتي انا واحد من الناس مش قادر يتخطى الماتش ده، وقاعد بفكر في ماتش بكره وانا حاطط ايدي على قلبي. الراجل هيتراجع. توقعاتك ايه ماتش بكره؟ ما عنديش توقعات وما بحبهاش الحقيقه. عادي، انت ما بتتوقعش ليه؟ ما بحبهاش، يعني ما بحبهاش. انما المنطقي ان مصر تفوز بنتيجه كبيره، مش كده؟ الحقيقه تفوز يعني. مش تفوز بس، الطبيعي يعني في الظروف الطبيعيه ان مصر تجيب سكور بكره. مش بس فوز. لا مش بس فوز، احنا لعبنا السودان مثلا، احنا قلنا غينيا والسودان اللي معانا في المجموعه والمستويات متقاربه، احنا لعبنا السودان بالصف الثاني في البطوله العربيه كسبناها 4-0 مثلا. طيب يا رب خير. بكره المفروض ان احنا ان شاء الله نحقق سكور، اي حاجه تانية مش هتبقى حاجه منطقيه. كل التوفيق. صدقني انت هديتنا شويه، خليتنا ما نبقاش متحفزين للرجل لكن نبقى متوقعين ان القادم يبقى يعني ان شاء الله. ان شاء الله يعمل حاجه كويسه باذن الله. شكرك. شكرا جزيلا الصديق العزيز الناقد الرياضي الاستاذ صبري سراج، وبكره كل التوفيق لمنتخبنا المصري. خلونا ننسى اللي فات، يعني خلونا برضو نبقى اقل تحفزا. مصر وغينيا بيساو بكره ممكن يبقى يوم يرجع لنا البهجه اللي اتسرقت مننا في الماتش اللي فات، ونتوقع نتائج افضل للمنتخب الوطني. دي كانت حلقتنا النهارده من التاسعه، اشوفكم ان شاء الله على كل خير.